ونادي السيد رئيس المجلس الجماعي السيد جمال الفلالي فليتفضل مشكورا في كلمة افتتاحية في هذه الليلة الخالدة بمدينة سفرو، الليلة التي سنتوج فيها جميعا ملكة حبل الملوك سنة 2019 في الدورة 99 لمهرجان حبل الملوك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. السيد العامل مسيو لامباسادور دو تايلاند et son épouse, monsieur le consul général de France à Fès, monsieur le représentant culturel de l'ambassade de Côte d'Ivoire, السيد نائب رئيس المجلس الإقليمي، السادة النواب البرلمانيون، السادة المنتخبون، السادة رؤساء جماعات الترابية، monsieur le président du comité des communautés israéliennes de Fès, Oujda et Sofrou, السادة رجال السلطة، السادة رؤساء المصالح الأمنية، السادة والسيدات رؤساء المصالح الخارجية الجهوية والإقليمية، السيدات والسادة المستشارين، السيدات والسادة الضيوف الكرام، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني، أيها الحضور الكريم، نحتفل اليوم للمرة 99 بمهرجان حبل الملوك لمدينة سفرو. قرن من الزمان هو عمر عرسنا السنوي الذي يتم منذ 10 سنوات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وإن هذا لتشريف مولوي لهذا الموروث الثقافي العالمي المصنف من طرف منظمة يونسكو، وتشريف كذلك لهذه المدينة العزيزة. أيسمادي تسمى ليسون ترحاب شيان اللون تنيخ ثن ميرت خف هو ذنون غرخ أتحضر إذور من حب الملوك أخاتار إذور المغرب. أيها السيدات والسادة، إننا ننظم هذه النسخة من مهرجاننا العتيق وأعيننا على المئوية، لذلك قمنا بترسيخ طابع الاحترافي لتنظيم بتكليف شركات متخصصة من خلال طلبات عروض مفتوحة بدفاتر تحملات معلنة للجميع، كما قمنا بهيكلة إدارة المهرجان مع تأكيد الدور الكبير لمؤسسة كرز التي تستمر في دعم المهرجان في مختلف الفقرات مع تابئة المستشهرين، وكذا باقي الشركاء الكبار كوزارة الثقافة ووزارة السياحة وجهات فاس مكناس. إن المدينة تكتسي حلة احتفالية بهذه المناسبة، نتمنى أن ترق ساكنة والزوار هذه الحلة التي سنحافظ عليها طيلة فصل الصيف ترحابا بضيوفنا الأعزاء وعلى رأسهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كما عملنا على تأتيت موكب ملكة حبل الملوك بلوحات ترمز للبيئة والتنمية المستدامة، ستزين بعد ذلك بعض فضاءات المدينة طيلة السنة عوض تلك اللوحات الاستهلاكية التي يتخلص منها بعد عرضها. لقد عرفت هذه السنة مولد مهرجان جديد خرج من رحم مهرجان حبل الملوك، ألا وهو مهرجان أهازيج للتراث الشعبي والتبوريضة، تثمينا لفقرة القرية الفنية، حيث عرفت دورته الأولى نجاحا فاق توقعات المنظمين، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه المجلس الجماعي لتراثنا الشعبي بكل مكوناته. ورغم ذلك ونزولا عند رغبة مجموعة من الفعاليات، فقد تم الاحتفاظ بهذه الفقرة
هذه السنة تأكيدا على اهتمامنا وتفهمنا وبعدنا عن كل تعنت أو تعصب للرأي. هذا ومن أجل إعطاء إشعاع إضافي للمهرجان، فقد تم التواصل مع مجموعة من مدن العالم التي تحتفي بفاكهة حب الملوك في دول إيطاليا وتركيا وألمانيا واليابان وأمريكا من أجل عقد اتفاقيات تعاون، وقد تم ذلك بتنسيق وتعاون مع ملكة حب الملوك للموسم الفارط الآنسة فدوى مدني، التي بذلت مجهودات مشكورة في هذا المجال، وهي بذلك تستحق لقب سفيرة المهرجان إذا رغبت في استكمال هذا المشروع بمعية الجماعة وباقي الشركاء. أيها السيدات والسادة، أملنا كبير أن تتم نسخة هذه السنة في أبهى حلة ليستمتع بها سكان المدينة والزوار الكرام، ونبقى جميعا في خدمة مدينتنا العتيقة بمهرجانها المئوي. وبهذه المناسبة لا بد من التنويه بجهود المنظمين والشركاء والمستشهرين والسلطات العمومية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني والفرق الفولكلورية والفنية والشركاء الإعلاميين على كل ما يقدمونه في سبيل إنجاح دورات هذا المهرجان العريق، ونخص هنا السيد العامل بالشكر الجزيل على ما يقدمه من دعم مئوي ومعنوي للمهرجان، فشكرا السيد العامل. وبالمناسبة أرحب بالسيد أمغوز أول عامل بإقليم سفرو، مرحبا به في مدينته سفرو. أيها السيدات والسادة، في غمرة هذه الأجواء البهيجة لا يجب أن ننسى أبناءنا الأعزاء الذين يجتازون الامتحانات الإجهادية، فدعواتنا لهم بالتوفيق والنجاح، كما نشيد عاليا بالمجهودات التي تبذلها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بكل أطرها وأساتذتها، وكذا المصالح الأمنية التي تسهر على النظام والأمن داخل المؤسسات وخارجها. كما أننا في غمرة هذه الاحتفالات ننوه بكل شركاء الذين تعول عليهم مدينة سفرو وعلى دعمهم للمشاريع التنموية الهامة التي تشكل برنامج تنمية الجماعة في أفق 2021، والتي تهم جميع القطاعات الحكومية، وكذا مجلس جهة فاس مكناس والمجلس الإقليمي سفرو بصفتهما معنيين مباشرة بهذه المشاريع. كما لا ننسى واجب الشكر والعرفان لكل أولئك العمال البسطاء الذين يسهرون على نظافة شوارعنا وجماليتها واخضرارها، ويقومون بتلك الأعمال الشاقة والمتسخة لكي نهنأ نحن ونستمتع، فشكرا لهم جزيلا. وليسامحوننا إن أخطأنا في حقهم، فلنعمل جميعا على مساعدتهم ولو بالكلمة الطيبة وبالاحترام. وفي الختام نتشرف أن نرفع إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عبارات الامتنان على عطفه السامي ورعاية جلالته الكريمة لمهرجان حب الملوك. أيها الحضور الكريم، إني إذ أرحب بكم مرة أخرى أتمنى لكم مقاما طيبا بهذه المدينة العريقة الساحرة وبين أهلها الطيبين المضيافين، راجيا أن تستمتعوا بالفقرات المتنوعة والغنية لمهرجان حب الملوك، مهرجان التراث والفن والثقافة والانفتاح والتعايش، مهرجان حب الملوك لمدينة سفرو في نسخته ما قبل المئوية. فمرحبا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.